القاهرة. توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي ببطولة منطقة القاهرة بعد فوزه على فريق نادي الشمس في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على صالة المركز الأولمبي بالمعادي. وقدم سيدات يد الأهلي عرضا قويا خلال المباراة رغم انتهاء الشوط الأول بتقدم الشمس بنتيجة 12-10. ونجح سيدات يد الأهلي في استعادة زمام المبادرة والسيطرة على المباراة في الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة. وحسم اللقاء لصالحهم نتيجة 22-19 ليتوج باللقب تحت قيادة مدربه يحيى يوسف. وبهذا الفوز يواصل سيدات يد الأهلي عروضه القوية والمتميزة تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف بعد حصد لقب كأس مصر وتصدر بطولة اليد برصيد 74 نقطة متفوقا على جميع الفرق. وكان سيدات يد الأهلي قد تأهلنا للمباراة النهائية في بطولة منطقة القاهرة بعد تغلبهن على فريق الزهور بنتيجة 24-8. الحقيقة دي تاني بطولة لفريق كرة اليد سيدات، بطولة كأس مصر اللي فزنا بيها منذ أسابيع أو أسبوعين ثلاثة كان قصاد نادي الزمالك. النهاردة بنفوز على نادي الشمس اللي هو بطل أو حامل لقب الدوري السنة اللي فاتت. فالحقيقة ألف ألف مليون مبروك نصر عيد عمالك تحمل كأس البطولة. الفريق يسير بشكل جيد نحو استعادة المقدمة مرة أخرى سواء دوري أو كأس أو بطولة القاهرة، دي تاني بطولة ننتظر إن شاء الله يعني دوري السوبر ليهم أو الأربع مباريات أو الست مباريات القادمين اللي هم رايح جاي. كابتن ممدوح يمكن خبر برضو جميل، بطولة دخلت دولاب بطولات النادي الأهلي النهاردة. هو طبعا بنبارك لجهاز النادي الأهلي لكرة اليد للأنسات، طبعا هم عودونا برضو فعلا أن هم يحققوا إنجازات لحاقا بأنسات الطايرة. عندنا فرق ما شاء الله بتحقق إنجازات كويسة، فبنبارك لهم ومزيدا من البطولات ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بنقول لهم طبعا اكيد طبعا الف مبروك. اي بطوله للنادي الاهلي فهي بتعتبر يعني